لقطة ونقطة. يعني شهادة عظيمة طبعا إن أكون سفير الشباب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة بيل الأمريكية تعتبر من أرقى وأعرق الجامعات، تأسست سنة 1701، فهي تعتبر ثالث أقدم جامعة في العالم. منحت هذه الجامعة العريقة بغلا شهادة فخرية لدوره في نقل الصخور من بعض الجبال مساهمة في بحث جيولوجي، وهذه الشهادة الفخرية التي منحت لهذا البغل كانت بإجماع إدارة الجامعة ومنتسبي هذا البحث الجيولوجي. الشهادة الفخرية هي عبارة عن شهادة رمزية تمنح لبعض من لهم دور علمي ممن لا يملكون الحق الأكاديمي للحصول على هذه الشهادة، أو بعضهم قد يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في تخصص معين، لكن بعض الجامعات تمنحه شهادة فخرية لدور آخر بذله في سبيل العلم وأهله، إما بمساهماته المالية أو مساهماته العلمية. ولذلك جامعة هارفارد البريطانية التي تعتبر من أعرق الجامعات أيضا منحت بيل جيتس المكتشف وصاحب التقنيات الشهيرة، منحته شهادة فخرية. أنا هنا لست ضد منح الشهادة الفخرية، هي تمنح لكل من له دور، لكن أن يصل الأمر إلى تسول أكاديمي تقوم عليه بعض الجامعات التي تتخبط في أحط دركات الجهل والبعد عن الأكاديمية التي ينبغي أن تصف بها، هذا التسول الذي تقوم به بعض الجامعات وبعض المعاهد في منح شهادة فخرية لرجال لا يستحقونها، إما من باب تسول مال أو جاه من هذا الشخص، وهذا أنا لا أقصد به شخصا معينا، لكن للأسف سمة غالبة عند بعض الجامعات وعند كثير ممن يمنحون هذه الشهادة الفخرية. الهوس، هوس الحصول على الألقاب الموجود عند الناس، أن يحب ينحط قبل اسمه حرف الدال، دال فلان، هوس الدكتوراه هذا، مع أن الدكتوراه ليست إلا وظيفة أكاديمية، فأنت دكتور في الجامعة فقط ولست دكتورا في البيت ولا في المجلس ولا في الديوانية ولا في الشاليه ولا في الاستراحة ولا بين أهلك وجماعتك، أنت بينهم فلان ابن فلان. إينشتاين الذي يعد بروفيسور في الفيزياء كان يسمى إينشتاين في بيته وفي القهوة وفي المطعم، لا يعرف بهذا اللقب، لقب الدكتور أو البروفيسور، إلا في جهازه الأكاديمي أو مكانه الأكاديمي في الجامعة فقط. لكن بعض الناس لضعف فيهم يحرصون على هذا اللقب، ولذلك تجد بعض الناس لا يبالي إذا زور شهادة جامعية، ما عنده مشكلة يزور شهادة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه من أجل هذا الهوس، هوس الوجاهة المزيفة التي يريد أن يصل إليها. هذا الكلام يمكن أن ينطبق على كثير من الناس اليوم ممن باتوا هم يدفعون الأموال في سبيل الحصول عليها. أقول هذا الكلام تعليقا على ما حصل في بيروت من منح شهادة أكاديمية أو شهادة فخرية، عفوا دكتوراه فخرية لأحد الممثلين. أنا هنا لا أتكلم عن الممثل
ولا أتكلم عن ضياع مفاهيم القدوات الموجودة عند بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لا أتكلم عن الصورة المبتذلة الموجودة عندنا في 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 معايير القدوات التي للأسف ضاعت عند أبنائنا، لا أتكلم عن شخص الرجل وبعض المشاهد المقززة التي يقدمها، لا أتكلم عن السبب الذي من أجله تراجع المعهد الألماني عن منحه الدكتوراه الفخرية لبعض المشاكل التي كانت عند هذا الرجل. أنا هنا لا أتكلم عن هذا الرجل ولا ما يتعلق به، أتكلم عن أصل المبدأ، أتكلم عن مبدأ هوس الدكتوراه. زكي مبارك رحمه الله كان يلقب بالدكاترة، كانت هناك مشكلة بينه وبين أستاذه الجامعي طه حسين، فطرده طه حسين من الجامعة لأنه طالب فاشل، لكن هذا الطالب الفاشل زكي مبارك كان يحمل بين جوانحه همة عالية، ولذلك رحل إلى فرنسا وحصل على 3 شهادات دكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية العالمية، فصار يعرف بين الناس بالدكتور بالدكاترة زكي مبارك. هذا يدل على الهمة العالية. تجد بعض الطلبة أحيانا ممن يناقشون هم أسمى وأرفع علما ممن يناقشهم. خذوا على سبيل المثال طالب سوداني ناقش أو نوقش في رسالة أكاديمية للحصول على الدكتوراه في جامعة بريطانية، وكان أحد المناقشين غير مسلم يعني نصراني، فهذا الأكاديمي أو الدكتور النصراني يقول لي لهذا الطالب أنا غير مقتنع برسالتك، رسالتك غير مقتنع فيها. فالسوداني من الحرة اللي في قلبه ما مسك الكلمة، قال له أنت يا دكتور أنت غير مقتنع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تبي تقتنع برسالة الفقير؟ هذه حقيقة. أهل السعودية عندهم نادرة يتندرون بها، شافوا واحد يقولون في القصيم، القصيم منطقة في وسط السعودية، شافوا واحد يعني رجل عادي، رجل عادي من عامة الناس ويشتغل في سوق الغنم يبيع ويشتري، لكن حاط قدام اسمه يوم جاء وصبح له حاط الدكتور فلان الفلاني، فقالوا انت وين درست؟ ما احنا خابرينك يعني لا راعي شهادة جامعية ولا ماجستير ولا دكتوراه. قال انا دلال في سوق الغنم. بعض هالدلالين اللي في سوق الغنم افضل من بعض ممن يموت ويدفع الاموال الطائلة في سبيل الحصول على شهادة مزيفة فخرية. هذه رسالة أبعثها لكل الذين يتهافتون على حصول هذا الألقاب في زمن صار بعضنا لا يحب أن ينادى إلا بهذه الألقاب، حتى وإن كانت ألقابا لا ليس أهلا لها. نراكم على خير. استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. لقطة ونقطة.